في الطاعات من اللذات والبهجات والسرور والسكون والطمأنينة والانشراح والبهجة ما لا يكون في غيرها من الأعمال. الله جل في علاه يقول في محكم كتابه: فمن يريد الله أن يهديه ماذا يصنع؟ يشرح صدره للإسلام. إن شرح الصدر للإسلام هو هداية من الله عز وجل، هو منا. ومعنى الهداية في هذه الآية الهداية التي يتحقق بها العمل، وليس فقط الهداية التي هي الدلالة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، أن يجعل قلبه مقبلا على طاعة الله عز وجل، مقبلا على مراضي الله عز وجل، مقبلا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، فيجد من نفسه نشاطا وقوة في طاعة الله عز وجل. كما ذكر الله جل وعلا فيما امتن به على المؤمنين، قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.